المفروض كنا في الماضي من الممكن أن يشغل بالنا الحديث عن كيف بهذه السرعة، يعني كما قالت السيدة أم هاني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعاد والفراش ساخن، وفراشه صلى الله عليه وسلم لا يزال ساخن، كيف بهذه السرعة؟ كنا في الماضي من الممكن للعقل، ولكن بعد هذه الاختراعات الرهيبة في الانتقال وفي اللحظة حضرتك دلوقتي بتستطيع أن تنتقل إلى أي مكان في لحظة في العالم، أعتقد أننا هذا يؤكد أن هناك قدرة تحرك كل العالم. هذا الكون، وخلف هذه الرحلة الكبيرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت رحلة هذا لابد أن نؤمن به. ليه؟ سؤال لكل إنسان مسلم ومؤمن بالله، هل كل ما نؤمن به بالمولى سبحانه وتعالى نحن قد رأيناه وقد قبله العقل وفكرنا فيه وفقط، ولكن هناك أمور نحن نؤمن بها، أمور اسمها يسمونها يعني عندنا في علم التوحيد السمعيات، يعني الجنة مثلا، نحن نؤمن أن هناك جنة ولا لا؟ أكيد جنة ونور، ونؤمن أن هناك نار ولا لا؟ طب إحنا بنؤمن بهم ليه؟ ده الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هناك كذا، وأن هذا الإنسان المسلم المؤمن بالمولى سبحانه وتعالى يؤمن بهذه الغيبيات عن طريق السماع، وليس عن طريق أنه رآها أو أن حتى وصف الجنة عندما يصفها إلينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نحن نؤمن بذلك، نحن نؤمن بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن. لماذا نؤمن؟ لأن هذا بالسماع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه عن ربه أن هناك كذا وكذا، وهذا يسمى في علم من ضمن إيمان هذا الإنسان اسمه علم السمعيات، أي ما استمعنا إليه من سيدنا رسول الله. ثم ننتقل إلى القضية الثالثة، لما يكون في ناس عايشين في وسطنا في هذا المجتمع وفي هذا الوقت ويتحدثون عن أي أحاديث تتعلق بهذه الرحلة المباركة، وعندما يتحدث نفس الحديث صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين أتوا بعد سيدنا رسول الله والذين حملوا راية العلوم الإسلامية وراية الشريعة ودونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل نصدق الآن ما يقوله بعض الناس الآن، أم نصدق ما يقوله صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم نصدق ما يقوله علماء الإسلام لأكثر من 1400 عام؟ هذا في الحقيقة اسمه ما تلقته الأمة بالقبول، هذا ما قاله هؤلاء العلماء الذين تلقتهم الأمة بالقبول ونحن قبلنا، هل نعتمد عليه أم نعتمد على كلام إنسان يأتي برأي شاذ أو رأي كتب؟ أول ما اعترف العلماء في بعض تناول للناس لبعض الآراء بيبقى خطأ إزاي؟ نحن في وقت العصر الإسلامي في الفتح الإسلامي والفتوحات الإسلامية العلماء اعترفوا أن هناك أمور كثيرة جدا دخلت على كتب الأحاديث ودخلت على كتب وعلى السنة النبوية نظرا إلى التيارات السياسية، في بعض الناس بقت تدخل أمور فأقام عليها العلماء تنقية هذه العلوم، في بعض الناس إلى الآن لما بتيجي تتناول الرأي الشاذ بتتناول الرأي الشاذ يقولوا ما هو مكتوب في كتب قديمة، أيوة هو كتب في كتب قديمة ولكن العلماء في وقته نقضوا هذا الكلام ووضحوه وبينوه للناس، فطالما أنك تقرأ هذا الرأي لابد أن تقرأ الردود عليه، لابد أن تقرأ من العلماء قد كتب ضد هذه الآراء، من من العلماء، وإذا أردت أن تقول هذا الرأي لابد أن تنتقده، تقول أن العلماء كتبوا فيه كذا وكذا إلى حد أن هناك أمر قبلته الأمة أصبح مقبولا لدى هناك الأمة. هناك فرق بين الرؤية النقدية والرؤية الهجومية. هو أنا هنا يعني أتحدث وأقول لما لابد أن يكون الإنسان موضوعي في التناول، ولا بد أن يكون هناك قاعدة علمية نستند إليها في التناول، إنما الضرب خصوصا دلوقتي إحنا بنتناقل الأخبار بشكل سريع جدا،
وما نقدرش نجمع اثر الخبر بعد ما ينتشر، يعني حتى لو طلعنا انكرناه وطلعنا قلنا انه غير صحيح وطلعنا اعتذرنا، ما نقدرش نتلمس كم واحد تاثر بهذا الخبر. بالظبط.